انا هو بلي حط بالك هنايا كنحبس واحد لوقيته لهم بالاج واش ولا رجع لهم بالاج ولا عاود رجع الثمن طلع شويه فهمتي دابا السلعه في المره الاولى كان كلاها المواطن بواحد الثمن اللي هو رخيص كنا كنبيعوها حنايا ب 3 دراهم المواطن كتجي 5 دراهم شويه قاصح الله يحسن العوال الجامع فهمتيني يعني الثمن طالع شويه الفلاح اللي كتكون طايبه كما كنقولوا راه باينه فهمتي كيفاش فكيلا تا خوف لا تا شي حاجه الا بغيت تكسب كليان خاصك ضروري تجيب له المليح فهمتي تجيب له شي سلعه اللي غادي يمشي ويعاود يرجع فهمتيني اخويا بالنسبه للدلاح كنجيبو حنا من زاكوره فهمتي و تما الثمن طالع شويه حيت كاين لومبالاج فهمتي هاد الوقيته كيتصدر على برا داكشي باش كيطلع زائد المازوط غالي فهمتي وزائد الطياب ما كاينش الطياب مازال ما كاينش الطياب يعني السلعه مازال ما طابتش فهمتي كيفاش اي هذيك الجوده 20 24 مازال ما كايناش ايوا راه كاينه من هنا زاكوره القليله واحد 720 720 كيلومتر خاصك واحد يومين ديال الطريق فهمتيني وفاش تكون جاي مش رجعي عاوتاني واحد يومين وثلاث ايام على حسب انت داكشي بغيتي توصل شويه بكري خاصك ما تنعش مزيان لا كتمشي لتما كاينه وكتشرجي مما بغيتي فهمتيني كتشرجي السلعه اللي عجباتك يعني فهمتي كدور عند هذا وعند هذا كتلقى الثمن اللي يناسبك والسلعه اللي تناسبك فهمتيني وضروري خاصك تجيب للكليان شي حاجه مزيانه فهمتي الا بغيت تكسب كليان خاصك ضروري تجيب له المليح فهمتي تجيب له شي سلعه اللي غادي يمشي ويعاود يرجع فهمتيني ما كتبيع مع بنادم كتعرفو كيمشي وكيعاود يرجع فهمتي كيفاش ودابا بالنسبه للومبالاج هو اللي غلى السلعه زائد المازوط غالي فهمتيني زائد كما قلت لك الطياب ما كاينش المباراة كيتصدر على برا فهمتي يعني هما ديك الاولى كيديوها بثمن زايد شويه فهمتي كيفاش اي وهذا هو اللي مغلي الدلاح دابا الدلاح واصل الجمله 4 دراهم فهمتي 4 دراهم 3 دراهم ونص فهمتيني 3 دراهم و70 فرانك فهمتي على حسب الجوده فهمتي دابا اخويا اش نقول لك على حسب المواطن كتجي 5 دراهم شويه قاصح الله يحسن العوال الجامع فهمتيني يعني الثمن طالع شويه مقارنه مع العام اللي فات 3 دراهم فهمتيني 2.50 فهمتيني هذا بالنسبه للتقسيط فهمتي وبالنسبه للجمله عاوتاني راك عارف وعاوتاني اخويا اش نقول لك تشري ربيع وشري شرينا وخدمنا راسنا فهمتي ولني بعض المرات السوق كما كنقولوا ما فيه ثقه فهمتيني طالع هابط ضروري الا طاح السوق خاصك تنزلها ما تبقاش واخا انت شاريها كاع غالي الا طاح السوق كما كنقولوا السوق هو المعلم فهمتي الا طاح السوق خاصك تمشي على حساب السوق لا السوق راك غادي على حساب السوق دابا السلعه في المره الاولى كان كلاها المواطن بواحد الثمن اللي هو رخيص كنا كنبيعوها حنايا ب 3 دراهم فهمتيني علاش كنحبس واحد الوقيته لومبالاج واش ولا رجع لومبالاج ولا عاود رجع الثمن طلع شويه فهمتي كيفاش ايوا خويا حنا تابعين السوق غير هي راه ما بقاش داك الخروج كما كنقولوا فهمتيني داك الطلب كما كنقولوا واخا بنادم باغي ياكل الدلاح ولكن الله يحسن العوال راه كتجي غاليه وهاد الدلاح اخويا كما كنقول لك واخا راه الخير موجود وانما الطياب مازال ما كاينش مزيان ودابا بنادم زيدك واحد القضيه بنادم اللي كيشوف لومبالاج والسوق شاد يعني كيبدا يحيد الدلاح خضر فهمتي وداك الشيء راه ما خدامش خاص بنادم يراعي المواطن شويه فهمتيني يخلي لواحد الحاجه تجوج لها خطره غادي يخرج يبيعها في السوق ايوا راه 20 عام هادي في هذه الحرفه علاش ما نعرفوش بالله طايب انت واحد الحاجه كتمارسها يوميا ما غاتعرفش فيها دابا في الموسم ديال الدلاح كنخدم الدلاح والبطيخ كما كتشوف فهمتيني وعندنا اناناس سويله وضروري اخويا كتبقى شويه كاين شويه ديال الصهير فهمتيني باش توصل بكري فهمتيني باش ترجع عاوتاني بكري باش ما تضيعش شويه الوقت فهمتي وصعوبات ضروري حنا في دوك المواقف ماشي خطره ماشي جوج فهمتي كيفاش يعني ماشي مره ماشي جوج كطيح بعض المرات ويني اللهم لك الحمد واحد النهار كان تكروفا لنا واحد البنو كنا مشرجين وعاود ولينا بناه وهادي وكتسافر مع واحد الحاجه كما كنقولوا حتى كتفوت وصافي كلشي كيدوز والله لا بالنسبه للمواطن راه باين كما كنقولوا راه باين الدلاح على وجهه فهمتيني الدلاح اللي كتكون طايبه كما كنقولوا راه باينه فهمتي كيفاش ما كاين لا تخوف لا شي حاجه اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة